طيب هنعرض جزء كمان سريعا جدا من تصريحات مروان عطية عن امبارح والفوز امبارح. هو كان اعلن ان هو يعني سعيد جدا بهذا الفوز وبيدي ثقة طبعا الفوز ده للعيبة، هم داخلين على كمان شوط كبير جدا. خلينا نتابع ونرجع نكمل. الحمد لله على الثلاثة بونت، كان ماتش مهم جدا وبنلعب فرقة طالعة من خسارة الماتش اللي فات من الاتحاد السكندري، فرقة كويسة بتلعب كورة، فالحمد لله يعني قدرنا ناخد الثلاثة بونت الحمد لله يعني. مروان عطية خلال أيام شفت إزاي حب جماهير النادي الأهلي، وأنت عارف إن ارتداء قميص النادي الأهلي مسؤولية كبيرة، إسعاد جماهير النادي الأهلي مسؤولية أكبر. اكيد طبعا اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون قد التيشيرت وقد المسؤوليه، والحمد لله من الواحد من اول ما دخل النادي في اول يوم وهو الحمد لله يعني قادر ان هو يشيل المسؤوليه وقادر على المهمه الصعبه دي، وان شاء الله نفرح الجمهور. وانا من اول يوم دخلت في النادي ودخلت اوضه اللبس مش حاسس ان انا غريب، فعلا اللعيبه كلها والجهاز والعمال والاداره كله استقبلني فعلا استقبال كويس جدا وما حسيتش ان انا غريب، والحمد لله خطوه عن خطوه الحمد لله الواحد بيمشي بصفه مستمره الحمد لله. مروان واحد من اللعيبه اللي يعني ثقه الجمهور فيه كتير، وكان مطلب من مطالب يعني اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مروان، شفت الامر ده ازاي؟ وعايز اكلمك على دور ايضا محمد الشناوي كباتن الفريق في تسهيل الامور دي، لان اول معسكر ليك انا شفتك مش حاسك غريب على النادي الاهلي. لا طبعا، انا بقول لحضرتك من اول يوم دخلت في النادي وانا دخلت في وسط اللعيبه قابلتني بشكل كويس، ما حسيتش ان انا غريب، عشان كده دخلت في الاجواء بسرعه، والحمد لله يعني ان شاء الله الواحد يقدم اكتر واكتر الفتره الجايه مع النادي باذن الله، ويفرح جمهور يعني مش جمهور، شعب الاهلي، وبشكرهم على دعمهم ليا من اول يوم دخلت في النادي، وان شاء الله ابقى ادي الثقه دي باذن الله الفتره اللي جايه. بعد ارتداء قميص النادي الاهلي بايام، النادي الاهلي هيلعب كاس عالم، اعتقد بيبقى حلم كبير جدا ويعني جزء من احلامك بيتحقق خلال ايام مروان موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم، اعتقد كان حلم اكيد بتحلم ان انت تكون موجود في كاس العالم مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، انا والدتي الله يرحمها ده عيالي زي ما بيقولوا، يعني يعتبر اسبوع تاخد تروح بعدها باسبوع تروح كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره وان شاء الله ومسؤوليه اكبر ان شاء الله يعني الواحد يكون قدها، وباذن الله نروح نحقق مركز كويس باذن الله ونرجع ان شاء الله ونشرف الجمهور ونشرف النادي باذن الله. انا عارف ان اسرتك قاموا معاك بدور كبير، عايز تقول لهم ايه؟ ويعني والدتك الله يرحمها لو حابب تقول لها حاجه دلوقتي وانت بتحقق يعني حلم كان من احلامها ارتدائك لقميص النادي الاهلي، تحب تقول لها ايه؟ احب والله الله يرحمك يعني ويدخلك في ساحة جناته، وكان نفسي تكوني معايا في لحظه زي دي، بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبشكر اهلي، بشكر والدي واخواتي وخطيبتي، فعلا قاموا معايا بمجهود كبير جدا وبشكرهم، وكل اللي انا فيه ده دلوقتي بفضلهم الحمد لله يعني. اخيرا يا مروان، جماهير النادي الاهلي او اي حد بيتكلم على اللعيب اللي جاي النادي الاهلي اول كلمه بيقول عليها لابس شخصية النادي الأهلي قبل ما تتكلم على إمكانيات أو إمكانيات، مروان واحد من اللعيبة اللي شخصية النادي الأهلي. الحمد لله الحمد لله إن شاء الله يعني كده أبقى قدها، وبإذن الفترة اللي جاية بإذن الله يعني أبقى قد الكلام الكويس اللي بيتقال عليا إن شاء الله.